يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بنكمل السيشن الاخيرة للنهاردة، يعني دي السيشن رقم 4. برضو عشان اراجع الناس اللي مش متابعة معانا في الجدول، احنا على مدار اليوم ونص دول احنا ايه اللي راجعناه؟ احنا راجعنا الدي ان ايه، وراجعنا الار ان ايه، راجعنا الريبرودكشن اول 3 دروس، ودلوقتي بنراجع في اخر درسين اللي هما الريبرودكشن ان هيومن. مبدئيا الهيومن تحت الكلاس بتاعت ماميليا، اللي هم الثدييات، اللي هم عندهم ثدي وبيرضعوا، دي مجموعة الماملز. الفكرة بتاعتهم ان هم بيشيلوا الامبريو جوه الرحم جوه اليوترس لغاية لما توصل لحظة الولادة ويتولد، فبالتالي الاوفم بتاعتهم بتبقى صغيرة. خلي بالكم من الحتة دي عشان برضو مهمة في الاسئلة، ممكن يجيب لك اشكال لحيوانات مختلفة ويقول لك مين اللي فيهم الاوفم بتاعتهم صغيرة او مين الاوفم بتاعتهم كبيرة. الاوفم الصغيرة بتاعت المامز، الاوفم الكبيرة بتاعت اي حاجة غير المامز بقى ليه؟ طيب ده سبب، ده سؤال مهم. السبب ليه الاوفم بتبقى صغيرة وتقريبا ما فيهاش يوك، ما فيهاش الصفار، ما فيهاش التغذية؟ لان الامبريو هيعتمد على الام، هو هياخد كل الغذاء بتاعه من الام على طول جوه اليوترس، تمام؟ البرودكشن بتاع الاوف سبرينج بيكون فيو، ده عارفينه من المراجعه اللي فاتت، ليه؟ نتيجه البارنتال كير، نتيجه ان احنا بنهتم بالعيال ان شاء الله، وانه اعلى درجه من درجات الاهتمام بتكون ما بين البشر المفروض يعني. فبالتالي الطفل الواحد بيحتاج سنوات وسنوات من التربيه والتطور النفسي والتطور الجسماني، وبالتالي ربنا اعطى الانسان ان هو يكون فوق كل المخلوقات التانيه. طيب ايه هو اليوك او الصفار بتاع البيضة؟ هو الاكل المخزن جوه البويضة، تمام؟ هو ده الصفار. مش كده الناس اللي بتاكل البيض مثلا يقولك انا ما بحبش الصفار؟ الصفار ده هو اللي مليان كل الغذاء، هو اللي مليان الفيتامينز، هو اللي مليان المينرالز، هو اللي مليان كل التغذية المناسبة اللي هيتغذى عليها الامبريو، وبالتالي احنا بناكلها فبنتغذى برضو عليها، تمام؟ طيب هنبدأ أول حاجة بالميل جينيتال سيستم. ده الميل جينيتال سيستم، الرسمة بتاعت الميل جينيتال سيستم مهمة جدا، أي رسمة تجيلك على طول نزل عليها البيانات، تمام؟ هنبدأ ناخد واحدة واحدة. طبعا الميل جينيتال سيستم ممكن يجيبهولك من اللاترال فيو، ممكن يجيبهولك من الأنتيريور فيو، ممكن يجيبهولك من قدام، ممكن يجيبهولك من الجنب. أولا إيه الفايدة بتاعت الميل جينيتال سيستم؟ الفايدة بتاعته عشان أهم حاجة إنه يطلع سبيرمز، اهم حاجة يطلع سبيرمز، وكمان يطلع لي الميل هرمونز المسؤولة عن ظهور الميل سكندري سكس كاركترز، يعني زي مثلا الصوت الديب، القوة بتاعة العضلات، الجروث بتاع الهير، الفيشل هير، الدقن، والكلام ده كله، كل ده نتيجة السكريشن بتاع الميل سكس هرمونز. هنبدأ اول حاجة بالتيستس اللي هما الخصيتين. عندنا كام خصية؟ عندنا 2، الاتنين محطوطين جوه سكروتال ساك، جوه سكروتون، زي ما قلنا موجوده كده زي جوه شنطه كده، محطوطين جوه شنطه، وهذه الشنطه تتدلى خارج الجسم، موجوده خارج الجسم. ليه؟ علشان يشتغلوا محتاجين درجه حراره اقل من 37، ما يعرفش يشتغلوا في درجه حراره 37. ليه؟ علشان يعملوا عمليه السبرماتوجينيسيس او تكوين السبيرمز. تكوين السبيرمز محتاج ان انا درجة حرارة قليلة، عشان كده برضو بنقول من ضمن الاسئلة اللي ممكن كافكار يعني يقول لك ليه الولاد لا ينصح مثلا ان هم يقعدوا في اماكن ساخنة كتير او في الساونا كتير او ليه؟ نتيجة ان التس بتبقى محتاجة درجة حرارة قليلة، وبالتالي برضو معلومة قلناها ان في الصيف بنلاقي ان التو تس بيبقوا نازلين قوي جوه، يعني تحت في السكروتم، لكن في الشتاء لا، بيكونوا موجودين جوه الجسم شوية. ليه؟ نتيجة اختلاف درجة الحرارة، هما بيبقوا محتاجين تقريبا درجة حرارة 35. طيب ايه الفانكشن بتاعت التستس؟ اهم حاجتين، السبيرمز هي اللي بتطلع لي السبيرمز، وهي اللي بتطلع لي التستوستيرون، تمام؟ اللي هو هرمون الذكورة. طيب التستوستيرون هرمون الذكورة ده بيعمل ايه؟ بيعمل لي جروث للبروستيت جلاند اللي هيكون ليها اهمية دلوقتي هنتكلم عنها، بتعمل جروث للسيمينال فيسيكلز برضو هنتكلم عنها، واهم حاجه في التستوستيرون الابيرنس بتاعه الميل سكندري كاركترز ات بيوبرتي، تمام؟ عند البلوغ تلاقي الصفات بتاعه الذكر تبدا ان هي تظهر. طيب في نقطه مهمه، انه التو تيستس بينزلوا من الابدومينال كافيتي، يعني اثناء البيبي ما هو موجود في بطن مامته بتبقى التو تيستس موجودين جوه الابدومينال كافيتي بتاعته، جوه تجويف البطن،
تمام، بيبدأوا ان هم ينزلوا في اخر شهور الحمل. طيب بعد ما البيبي بينزل، لو لقينا التيستس ما نزلوش، ممكن ما ينزلوش طبعا، دي تبقى مصيبة سودة. تمام، لازم على طول يتم التدخل بعملية جراحية علشان ينزلوا التو تيستس جوه السكروتم، وإلا هذا الشخص مش هيقدر يطلع سبيرمز لما يكبر، وهيبقى فيه انفيرتيليتي، هيبقى فيه انفيرتيليتي. تمام، التو ابيديدمس، التو ابيديدمس زي بنسميهم المخزن. تمام، تو ابيديدمايتس عشان بالجمع، يعني الابيديدمس الواحد، ابيديدمس المفرد، ابيديدمايتس ده الجمع. عبارة عن ايه؟ عبارة عن انبوبة، بس انبوبة ملفوفة حوالين نفسها فوق الخصية، فوق التست بالمنظر ده. تمام، وماسكه في انبوبه تانية اسمها الفاس ديفرنس. ايه الفايده بتاعت التو ابيديدمايتس؟ ان هما بيخزنوا السبيرمز، التست تطلع السبيرمز وتتخزن هنا في التو ابيديدمايتس. نيجي بعد كده للتو فاس ديفرنشيا. كل فاس ديفرنس، فاس ديفرنشيا ده الجمع، فاس ديفرنس المفرد. كل فاس ديفرنس عباره عن ايه؟ عباره عن انبوبه. الانبوبه دي هدفها ايه؟ ان هي تنقل السبيرمز من الابيديدمس وتوديه على اليوريثرا. اليوريثرا زي ما احنا هنقول دلوقتي هو المجرى اللي موجود جوه البينس، اللي هو القضيب، علشان يمر من خلاله اليورين ويمر من خلاله السبيرمز. لا ستوب، هو اليورين والسبيرمز بيمشوا مع بعض؟ لا، اليورين لوحده، فتره اليورينيشن دي لوحديها، وفتره خروج السبيرمز دي فتره لوحديها. طيب الفانكشن بتاعت الدوفاس ديفرنشيا ان هم بيعملوا ترانسبورت للسبيرمز من الابيديدمس لليوريثرا. نيجي بعد كده ان انا عندي جلانز، تلات انواع من الجلانز، هما مش تلاتة جلانز بالمناسبة، علشان لما يجي يسألك عدد الجلانز، انا عندي خمسة اكسسوري جلانز. اكسسوري يعني مساعدة، خمسة جلانز مساعدين. اول حاجة التو سيمينال فيسكلز. التو سيمينال فيسكلز دول عبارة عن جلانز، غدد. الغدد دي بتطلع ايه؟ بتطلع الكالاين فلويد. بتطلع هرمونز؟ لا، دي بتطلع فلويد. الفلويد دوت بيحتوي على الفراكتوز شوجر، سكر الفراكتوز. ليه؟ علشان يغذوا السبيرمز. سؤال هنا مهم جدا جدا جدا، السبيرمز محتاجة انسولين علشان تدخل لها جلوكوز؟ لا، السبيرمز بتتغذى على الفراكتوز اللي هو السكر بتاع الفاكهة. طيب يبقى انا عندي تو سيمينال فيسكلز بيصبوا لي الكالاين فلويد مليان فراكتوز. حلو، طيب نيجي بعد كده للبروستيت جلاند، عشان كده برضو بنقول من ضمن الصحة بتاعت السيمن، السائل المنوي، انه يبقى فيه نسبة من الفراكتوز. يعني يفضل ان احنا يكون الشخص واكل فاكهة، الفاكهة من الحاجات اللي بتقوي السبيرمز. طيب البروستيت جلاند والتو كوبرز جلاند دول بيطلعوا برضو الكالاين فلويد، مكانهم فين؟ ادي الكوبر جلاند اهي، اهي بالمنظر ده، وادي البروستيت جلاند اهي. دول بيبداوا ينزلوا الكالاين فلويد برضو. الالكالاين فلويد دوت بينزل قبل ما السبيرمز تعدي، كانها بتفتح لها الطريق كده. ليه؟ ايه الهدف بتاع هذا السائل اللي بينزل قبل السبيرمز؟ الهدف بتاعه انه يعمل نيوتراليزيشن للاسيديك ميديم اللي موجود. البول يا جماعه بيبقى اسيديك، المجرى بتاعي بيبقى اسيديك، البلادر دي بتبقى اسيديك، والبول ذات نفسه المجرى بتاع اليوريثرا بيبقى اسيدك. لو السبيرمز مشيت في هذا المجرى الاسيدك، السبيرمز هتموت ان شاء الله. السبيرمز عايزه نيوترال ميديوم، فبالتالي انا عندي الميديوم اسيدك فبنزل له حاجه الكالاين. مين المسؤول ان هو يفتح المجال كده للسبيرمز؟ البروستيت والكوبر جلاند اللي بينزلوا هذا السائل. نيجي بعد كده على البينس. البينس اللي هو القضيب، القضيب ده عبارة عن سبونجي اورجن بيمشي من خلاله من جواه اليوريثرا. ايه الفانكشن بتاعت البينس؟ ليه تو فانكشنز. اول حاجة اليورينيشن، عملية اليورينيشن. تاني حاجة السبيرمز، يعني البينس حاجة مشتركة. تمام، عضو مشترك ما بين اليورينري سيستم وما بين الريبرودكتيف سيستم، ولكن طبعا اليورين بيبقى لوحده والسبيرمز بتبقى لوحديها. طيب في سؤال برضو هنا مهم جدا، يقول لك ليه السبيرمز ما بتخزنش جواها اكل زيها زي الاوفم؟ لان منتهى البساطه انا عندي الفراكتوز موجود، الفراكتوز اللي بيتم افرازه من السيمينال فيسكلز. تمام، بيغذيها، بيديها طاقه علشان تتحرك.
كده انا خلصت الجزء بتاع الاناتومي. ناخد بقى الجزء بتاع الهيستولوجي بتاع التست، او ندرس ناخد كده تيشو في التست، ناخد تي اس في التست ونبدا ان احنا ندرسها. سهله جدا وما فيهاش اي مشكله. لما اجي ابص على التست هلاقي ان هي مكونه من حاجتين، سيمينيفيرس تيوبيولز والانترستيشيال سيلز. السيمينيفيرس تيوبيولز اللي هي انابيب، الانابيب ديت موجود جواها نوعين من الخلايا، برايمري جيرم سيلز. البرايمري جيرم سيلز زي ما هنتكلم دلوقتي هي اللي بعد كده هتبقى سبيرمز، هي اللي بعد كده هتبقى سبيرمز. وعندي نوع تاني اللي هو ايه، السيرتولي سيلز. السيرتولي سيلز دي برضو هنتكلم عنها حالا دلوقتي. اهم حاجه الرسمه بتاعه التيست، التي اس في التيست تبقى واضحه قدامك وتبقى واضحه جدا، والبيانات بتاعتها كمان تبقى واضحه زي ما اتفقنا. اي سؤال هيجي لازم ان انا اخلي بالي من الرسمه بتاعته، لو في سؤال فيه رسمه انزل البيانات كلها، هديكوا لحظات لو عايزين ترسموا او عايزين انتوا تشوفوا البيانات وتركزوا في البيانات هنا دلوقتي. طيب نبدأ ان احنا نمسك بقى واحدة واحدة الحاجة. اول حاجة البرايمري جيرم سيلز، البرايمري جيرم سيلز دي اللي بتبطن السيمينيفيرس تيوبيولز من جوه، هي دي اللي هتديني السبيرمز، هي دي اللي بتنقسم كذا مرة وفي النهاية بتطلع لي السبيرمز. طيب السيرتولي سيلز، السيرتولي سيلز دي بتطلع سائل، السائل ده بيغذي السبيرمز جوه التيستس. خلي بالنا عشان بتتلخبطوا في حوار التغذية، اللي بيغذي دلوقتي السبيرمز قاعدة، السبيرمز دي ان شاء الله لو ما كلتش هتموت، هي لسه مش عارفه هي هتخرج امتى، تمام؟ فمحتاجه تغذيه. مين اللي هتديها التغذيه وهي قاعده جوه التس؟ السيرتولي سيلز هي اللي هتعطيها التغذيه، تمام؟ بالاضافه ان هي بيكون كمان ليها دور في الاميونيتي. السيرتولي سيلز كانت يعني اللي اكتشفها عمه سيرتولي، ده اهو الايطاليان ساينتست سيرتولي اللي اكتشفها وشرحها بالتفصيل سنه 1865. الفلويد اللي بيطلع من، خلي بالكم من النقطة دي عشان برضو بتتلخبطوا فيها، الفلويد اللي طالع من البينس من الميل جينيتال سيستم اسمه السيمن، السائل كله على بعضه. السائل ده بيكون حجمه الطبيعي من 2 ل 5 سنتيمتر كيوبيك في كل قصفة، في كل مرة فيها قصف من 2 ل 5 سنتيمتر كيوبيك. ايه الفرق ما بينه وما بين السبيرم يا جماعة؟ السيمن هو السائل كله على بعضه، هو اللي فيه الالكالين فلويد، السائل كله على بعضه، تمام؟ والمغذيات وكل حاجه. السبيرمز ده مكون من ضمن المكونات، يبقى السيمن بيتكون من السبيرمز اللي بتطلع بالتيستس، تمام؟ بالاضافه الى السكريشنز الثانيه. السبيرمز دي احد مكونات السيمن، بالمناسبه السبيرم تقريبا حوالي يجي 1% من السيمن، اوكي؟ طيب نيجي بعد كده للانترستيشيال سيلز. الانترستيشيال سيلز دي عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا موجوده ما بين السيمينيفيرس تيوبيولز، هي دي اللي بتطلع لي التستوستيرون والاندروستيرون، هي دي اللي بتطلع لي الميل هرمونز، تمام؟ هي دي المسؤولة ان هي تظهر لي الميل سكندري سكس كاركترز عند النمو وعند البلوغ، وبالتالي كمان برضو النمو بتاع البروستيت جلاند والتو سيمينال فيسكلز، كل الكلام ده مسؤول عنه الانترستيشيال سيلز. طيب الورقة والقلم الحلوين علشان الخطوات بتاعت الاسبرماتوجينيسيس، الاسبرماتوجينيسيس والوجينيسيس مهمة جدا، يا ريت كده تعملوا بقى جدول النهارده بالليل بعد ما نخلص الاسبرماتوجينيسيس الاوجينيسيس، تمام؟ في الورقة وظهر الورقة الفورميشن اوف بولين جرينز والفورميشن اوف اوفيولز، تمام؟ بالخطوات كده، مين الميتوزز، مين الميوزز، مين الان، مين التو ان، هتلاقوا الدنيا زي الفل. الاسبرماتوجينيسيس بتمر من خلال اربع مراحل. المرحله الاولى المالتيبليكيشن، دي بتبقى بالميتوتيك ديفيجن. انا عندي البرايمري جيرم سيلز المبطنه السيمينيفيرس تيوبيولز، تبدا ان هي تعمل ميتوزس كذا مره، هي 2 ان، تبدا تتكاثر تتكاثر تتكاثر، تديني حاجه اسمها الاسبرماتوجونيا، سبرماتوجونيوم المفرد، سبرماتوجونيا الجمع، دي 2 ان برضو، تمام؟ كده خلصنا مرحله المالتيبليكيشن التكاثر. نيجي بعد كده لمرحلة الجروث النمو. الاسبرماتوجونيا دي تبدأ ان هي تاكل
تخزن أكل جواها، وفي نهاية هذه المرحلة تتحول إلى برايمري سبرماتوسايت. هل حصل أي حاجة؟ لا، كل اللي عملته إن هي أكلت بس، بقت برايمري سبرماتوسايت تو إن برضو، مفيش أي تغيير. بعد كده مرحلة الماتوريشن البرايمري سبرماتوسايتس تبدأ تعمل ديفيجن بالميوزز. عندي في الميوزز ميوزز 1 وميوزز 2، الحلقتين بتوع التأسيس المهمين اللي أنا قلت عليهم. أول مرحلة البرايمري سبرماتوسايت تنقسم تديني سكندري سبرماتوسايت بالميوزز 1. طبعا خلي بالك ممكن في الحته دي يلعب لك بقى في الدي ان ايه، وعندي كام كروموسوم وعندي كام دي ان ايه مولكيول والكلام ده، خلاص احنا عرفناه تمام من الحلقات التاسيسيه ولما رجعنا الدي ان ايه. السكندري سبرماتوسايت بعد كده هتبدا تدخل ميوزس 2 وتديني السبرماتيدز اللي هي الان. تمام، طيب بعد كده السبرماتيدز اخر مرحله، مرحله الميتامورفوزس، السبرماتيدز تتحول لسبرم سيلز بس كده، شكرا. عمليه تغير بس في الشكل، تتحور وتبقى السبرمز. ادي عمليه السبرماتوجينس. سبرماتوجونيوم اكلت بقت برايمري سبرماتوسايتس، ميوزس 1 ادتني السكندري سبرماتوسايت، ميوزس 2 ادتني السبرماتيد، السبرماتيد اتحولت لسبرم. اتفهم من كده؟ مفيش. تمام، نيجي بعد كده للاستراكشر بتاع السبرم. الاستراكشر بتاع السبرم بيحتوي على، مهم جدا، بيحتوي على الهيد، الراس بتاعته. الراس بتاعته هي دي اللي جواها النيوكليس، هي دي المهمه بالنسبه لي، هي اللي فيها النيوكليس، هي اللي فيها 23 كروموسوم اللي انا عايزها. تمام، هنلاقي فيها حاجه تانية اسمها الاكروسوم. الاكروسوم دي موجوده في الجزء المدبب في الراس بالظبط. الاكروسوم دوت بيطلع انزيم اسمه الهايلورونيديز. الهايلورونيديز انزيم ده هو اللي بيروح ويفتح الاوفم، هو اللي بيبدا ان هو يدوب الكوت اللي موجود على الاوفم بحيث يقدر يخترقها ويخش جواها. عندي بعد كده النك، الرقبه، الجزء بتاع الرقبه، الرقبه مفعوصه اهي. الرقبه دي فيها ايه؟ فيها التو سنتريولز اللي بيبداوا يعملوا عمليه الديفيجن بتاعه الفيرتلايزد اوفم. وقف لي هنا لحظه وخد سؤال كده تفكير، لو حصل وقال لك ان الهيد دخلت بدون النك، ايه اللي هيحصل؟ الزايجوت هيتكون، يعني مبدئيا هيحصل فيوجن ما بين النيوكليس بتاعه الميل مع النيوكليس بتاعه الفيميل، لكن هل هيكبر؟ هيبقى امبريو بعد كده؟ لا، مش هيكبر، مش هيكبر. تمام، طيب يبقى التو سنتريولز دول هم دول اللي ليهم الدور المهم جدا في الديفيجن بتاع الفيرتلايزد اوفم، ان انا عندي الاوفم تبدا يحصل لها، بعد ما يحصل لها فيرتلايزيشن تبدا ان هي تعمل ديفيجن. الميتوكوندريا، الميتوكوندريا موجوده فين؟ في الميت بيس، الجزء الاوسط، هي دي اللي بتدي الطاقه علشان السبرم يتحرك. دي ما بتخشش جوه، خلاص مش عايزين ميتوكوندريا. الميتوكوندريا بتاعت البيبي بناخدها من الام. بعد كده الديل، الديل اهو بيبقى عباره عن ايه؟ اكسس محور كده بينتهي بكود البيس. كود البيس يعني قطعه ذيليه زي الديل بالظبط. الديل ده هو اللي بيحرك او بيساعد في الحركه بتاعت السبرم. ستراكشر سهل، دنيته سهله، ما فيهاش اي مشكله. اخش على الفيميل نفس الكلام، الفيميل مهم جدا تعرفه من الجنب وتعرفه من قدام، نفس الفكره اهي، رسمه من قدام. البيانات يا شباب مهمه جدا جدا جدا. طيب اولا الاورجنز بتاعت الفيميل جينيتال سيستم موجوده فين؟ موجوده ورا اليورينري بلادر في البلفيك ريجن. تمام، متثبته ازاي؟ متثبته بالاستيك ليجمنتس، بليجمنتس فيها الاستيستي معينه. طب الالاستيستي دي مهمه لايه؟ مهمه علشان عمليه الحمل، عشان الاكسبانشن، هي مش حاجه كده صماء، لا ده هتبدا ان هي تتمدد، فلازم الليجمنتس دي تكون الاستيك. لو الليجمنتس دي مش الاستيك، ما البيبي ما يقدرش يكبر جوه الرحم. طيب ايه الفانكشنز بتاعت الفيميل جينيتال سيستم؟ اول حاجه تطلع الاوفم وتطلع الفيميل سكس هرمونز، وغير كده كمان هي اللي بتدي مكان دافي وجميل علشان البيبي يكبر، وعشان عمليه الفيرتلايزيشن تتم والبيبي يفضل يكبر جوه لغايه لحظه الولاده. نبدا ندرس الاناتومي بقى بتاع الفيميل جينيتال سيستم. اول حاجه عندي التو اوفرز اهو، التو اوفرز دول موجودين على جانبي البلفيك كافيتي، الجوانب بتاعت البلفس، الجوانب بتاعت الحوض. كل اوفري بيبقى شكلها ايه؟ بيبقى شكلها بويضه، عامل زي البويضه. تمام؟ وبيشبه في الحجم بتاعها، بتشبه حجم اللوز المقشر بالظبط، زي اللوزه
بالظبط، حجمها عامل زي اللوزة. أثناء الطفولة كل أوفري بتحتوي على آلاف من الأوفم في different stages of development، يعني في مراحل مختلفة من التطور. طب إيه البنت ما تخلفش ليه وهي في الـ childhood؟ لأ، لازم نوصل لمرحلة الـ puberty علشان تبدأ عندها الدورة الشهرية اللي هنتكلم عنها دلوقتي، وتبدأ إن الأوفم تطلع ويحصل اكتمال للنمو. غير الولد، يعني الولد وقت الـ puberty تمام، الموضوع بقى يبدأ يحصل بقى على طول، ويحصل عملية المالتيبليكيشن والجروث ومش عارف ايه والكلام ده كله يحصل عند البيوبيريتي. البنت لا، البنت من وهي لسه في رحم مامتها بتبقى الاوفم في مراحل مختلفة من النمو تمام. طيب البنت بيبقى عندها 400 فرصة للحمل، يعني غير الولد، الولد بيبقى عنده آلاف وآلاف، يعني السبيرمز بتبقى كتيرة جدا تمام. فاثناء البيوبيريتي واثناء فتره الخصوبه بتاعتها الفيكانديتي اللي هي تقريبا الفتره دي بتبقى 30 سنه، بنحسبها ازاي؟ من اول دوره شهريه بتيجي للبنت تبدا تعد 30 سنه، تبدا تعدي 400 فرصه حمل تمام. اوفم واحده بتطلع من كل اوفري كل شهر بالتناوب زي ما هناخد دلوقتي في الدوره الشهريه. يبقى ايه الفايده بتاعت الاوفري؟ بتطلع لي الاوفم وبتطلع لي كمان هرمونز مهمة هنتكلم عنها بقى بالتفصيل في المنسترول سايكل علشان تظبط لي البيوبيريتي، يحصل البلوغ وتحصل المنسترول سايكل بصورة كويسة، وعشان الامبريو كمان لما يتكون يطلع بصورة كويسة، الامبريو فورميشن هرمونز. طيب هنيجي بعد كده هنلاقي الفالوبيان تيوبس اللي عاملة زي القمع دي كده، تيوب أنبوبة منتهية بقمع، شكل القمع، والقمع ده ليه زي صوابع كده. لازم القمع يكون موجه ناحية الأوفري بالظبط. ليه؟ علشان يبدأ يسحب البويضة. خلي بالكم الحتة دي بيحبوا يسألوا فيها، الجزء بتاع الفالوبيان تيوب دوت والوضعية بتاعة الفانل قصاد الأوفري، فلازم تبقى موجودة قصاد الأوفري بالظبط. ليه؟ عشان تروح سحب الأوفم على طول. بتحتوي على فينجر لايك بروسيسز زي الصوابع كده علشان تروح سحب الأوفم. كل تيوب من جوه هنلاقي ان هي جواها سيليا، جواها اهداب، الاهداب ديت علشان الاوفم تجري كده جواها وتمشي كده جواها لغايه لما توصل لغايه اليوترس. طيب لما بص على اليوترس بقى، الرحم، الرحم ده عباره عن شنطه، شنطه من العضلات والاستيك مطاطي. ليه مطاطي؟ علشان يكبر ان شاء الله مع عمليه الحمل. موجود فين؟ موجود جوه البلفيك بونز تمام، وبيبقى الوول بتاعته بتبقى فيري سترونج اند ثيك، يعني الجدار بتاعه بيبقى ثيك وسترونج جدا ماسكولار وول. من جوه بيبقى مغطى بجلاندولار ممبرين، يعني ممبرين فيه جلانز، الجلانز دي طبعا لازم عشان هتطلع هرمونات وهتطلع حاجات اثناء فتره الحمل. بينتهي من تحت بالسيرفكس، السيرفكس اللي هو عنق الرحم، ده العنق بتاع الرحم، وبعد عنق الرحم هلاقي الفاجينا هنا بتاع الفيميل هو المهبل. البيبي بيتكون في اليوترس في هذه المنطقة تمام لمدة 9 شهور. طيب نيجي بعد كده للفاجينا، الفاجينا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن تيوب انبوبة، الانبوبة دي طولها بيصل الى 7 سنتيمتر، انبوبة طولها 7 سنتيمتر، بتبدأ من اول السيرفكس اهو البداية بتاعتي من فوق، وبتنتهي فين؟ بتنتهي بالفتحة التناسلية عند الفيميل، الجينيتال اوبننج عند الفيميل تمام. الفاجينا من جوه، لما اجي ابص على الفاجينا من جوه هلاقي ان هو فيه ممبرين بيحتوي على فولز. يعني ايه فولز؟ يعني ثنايا من الجلد الزياده، يعني بيبقى فيه جلد زياده، محطوط جلد زياده. طب هو ليه ربنا حاطط جلد زياده في هذه المنطقه؟ علشان يسمح، عشان لما تيجي الفيميل اثناء عمليه الولاده وتبدا ان هي البيبي ينزل تمام، الجلد ده يبدا ان هو يتمدد تمام. طبعا خلي بالكم من نقطة ان هنا الفيميل بتختلف عن الميل في نقطة، ان الفيميل اليورين بيبقى نازل من منطقة، يعني اليوريثرا دي نازلة لوحديها اهي، دي اليوريثرا اهي تمام، ده الجزء بتاع اليورينري سيستم، والجزء بقى بتاع الريبرودكشن ده الجزء بتاع الريبرودكشن تمام. نيجي بعد كده بنلاقي ان الفاجينا من جوه بيبقى فيه ميوكس، بيبقى فيه زي مخاط بالمنظر ده. طب المخاط ده بيعمل ايه؟ المخاط ده بيعمل مويستنينج للفاجينا، بيبدا ان هو يرطب الفاجينا.
ليه يرطب الفاجينا؟ علشان حاجتين. اول حاجه علشان السكشوال انتركورس، العمليه الجنسيه، ان هي تتم. نمره اتنين علشان البيبي كمان وهو نازل يبقى في ميوكس، تبقى ايه زي ما بيقولوا ايه، بيتزفلط. البيبي نازل بيتزفلط على طول، ما يبقاش فيه الم، ما يبقاش فيه تجريح، ما يبقاش فيه اي حاجه. طيب لما الفيميل بتبدا ان هي تقرب عند البيوبيريتي، عند سن من 12 ل 15 سنه، بيبدا يحصل عندها الدوره الشهريه، مانثلي ريثميك تشينجز، تغيرات شهريه بصوره ريتم بيتكرر كل شهر، تمام؟ وده بيبقى ليه علاقه سواء البنت دي هتبقى حامل او هيحصل فيرتلايزيشن ولا مش هتبقى حامل. هي دي الدوره الشهريه. طبعا لو البنت مش حامل هتحصل الدورة الشهرية، لو البنت حامل مفيش دورة شهرية. عند سن من ال 45 لل 50 خلاص الاوفرز تبدا ان هي تشطب، يقول لك خلاص شطبنا، ان اكتف، الهرمونز تبدا تقل جدا، البطانه بتاعه الرحم الاندوميتريوم تبدا ان هي تنكمش، والمنستريشن يبدا ان هو يقف. دي اللي هي بنسميها عمليه المونوبوز، المينوبوز، او اللي هو سن الياس. تعالوا بقى ناخد تي اس في الاوفري زي ما عملنا كده تي اس في التستس. الاوفري بتحتوي على مجموعه من السيلز في الديفرنت ديفلوبمنت ستيجز زي ما احنا شايفين بالمنظر ده اهو قدامنا، تمام؟ السكندري اوسايت اللي هي هتبقى اوفم ان شاء الله بتبقى موجوده جوه الجرافيان فولكل، بتبقى موجوده جوه فولكل كبيره الجرافيان فولكل. الجرافيان فولكل بعد ما بتطلع من جواها السكندري اوسايت بتتحول الى الكوربس ليوتيم، بتتحول الى الكوربس ليوتيم. الكلام ده هندرسه بقى بالتفصيل في العمليه بتاعه المنسترال سايكل، فما تقلقوش. يعني الاوجينيسيس، الورقه والقلم الحلوين برضو بتوعك، تمام؟ علشان ناخد الاوجينيسيس بالتفصيل، ايه المراحل بتاعتها؟ المره اللي فاتت في الراجل كان اربع مراحل، لا هنا انا عندي ثلاث مراحل بس ثلاث مراحل فل. يعني اول مرحله المالتيبليكيشن، برضو بيبقى عندي البرايمري جيرم سيل، تمام؟ تبدا بالميتوزس تطلع لي الاوجونيا، الناحيه الثانيه كانت بتطلع لي السبرماتوجونيا 2N، دي ما فيش فيها مشكله، برضو هنا زي هنا بالظبط. الجروس الاوجونيا تاكل وتتحول لبرايمري اوسايت، زي السبرماتوجونيا برضو اللي كانت بتاكل وتتحول لبرايمري سبرماتوسايت. نيجي بقى الاختلاف في الماتوريشن. هنا البرايمري اوسايت تبدا ان هي تعمل ديفيجن ميوزس 1 فقط، وما بتدينيش خليتين زي بعض، تديني خلية كبيرة وخلية صغيرة. الخلية الكبيرة اللي هي السكندري اوسايت الان، والخلية الصغيرة اللي هي البولر بادي اللي هو الان. خلي بالنا من نقطة، السكندري اوسايت دي بتبقى فيها كل الغذاء، بتبقى كبيرة وواخدة كل الغذاء، يعني بولر بادي ده أصلا ملوش أي ستين لازمة، بينكمش بعد كده وخلاص. أنا المهم عندي السكندري اوسايت. السكندري اوسايت ديت في حاله الفيرتلايزيشن تتحول تبقى اوفم، يعني اللي بيطلع يعني لما السبرم بيقابل ما بيقابلش اوفم، هو بيقابل سكندري اوسايت. اول لما السبرم ينجح ان هو يخترق هذه السكندري اوسايت، السكندري اوسايت تعمل ميوزيس 2 في ثواني وتتحول الى الاوفم، تمام؟ وبرضه تدي بولر بادي، يعني انا عندي هنا اهو البولر بادي ده هيعمل ميوزيس 2 يديني اثنين بولر باديز زيه، تمام؟ وهنا هتديني اوفم وتديني بولر بادي تاني، تمام؟ يبقى الميوزيس 2 بتحصل امتى؟ لما السبرم يخترق الاوفم علشان يكمل الفيرتلايزيشن. فدي تعتبر ديلايد اور كونديشن ديفيجن، يعني ده ديفيجن مشروط، مش هيحصل كده سبهلهلي، لازم يحصل فيرتلايزيشن. الميوزيس 2 ممكن يحصل للبولر بادي اللي هو كان موجود ويديني اثنين بولر بادز، يعني انا يبقى عندي ثلاثه بولر بادز، الثلاثه بولر بادز دول دي جنريتس ما لهمش لازمه، مش عايزه. نيجي بعد كده ناخد زي ما خدنا الاستراكشر بتاع السبرم، هناخد الاستراكشر بتاع الاوفم. الاستراكشر بتاع الاوفم بنلاقي ان هي بتحتوي على السيتوبلازم والنيوكليس، تمام؟ بالاضافه ان هي بتبقى محاطه بثين سيلولر كوتس، كود كده رفيع، وفي ماده الهيلورونيك اسيد. ماده الهيلورونيك اسيد دي هي اللي السبيرمز بتطلع الهيلورونيديز علشان تروح تقطع في الهيلورونيك اسيد دوت. ملايين من السبيرم بنحتاجها علشان تعمل بنتريشن للاوفم، ليه؟ علشان يطلعوا الهيلورونيديز انزايم عشان يدوبوا الكود، زي مسابقه كده بيجروا
علشان يشوفوا مين اللي هيسبق ومين اللي هيبدأ يعمل إذابة لهذا الكوت ويبدأ ان هو يخترق السكندري اوسايت ويحولها لأوفا. نيجي بعد كده للبريدنج سايكل. يعني ايه كلمة بريدنج سايكل؟ عشان برضو بتتلخبطوا فيها. البريدنج سايكل دي الوقت اللي الاوفري فيه بتبقى اكتف في الادلت فيميل، تمام؟ هي دي المرحلة اللي فيها السكشوال فانكشن اوف بريدنج اند ريبرودكشن، يعني فترة بقى ان احنا ايه نخلف ونربي ونتكاثر. الفترة ديت او اللي هي يعني بما معناه اللي هي الدورة الشهرية، يعني قريبة من الدورة الشهرية، تمام؟ الفترة دي بتبقى annually، يعني بتحصل بصورة annually عند اللاينز والتايجرز كل سنة مرة، يعني المعدل الخلفة كل سنة مرة، كل 6 شهور بالنسبة للكاتس والدوجز، monthly بالنسبة للرابتس والمايس. عشان كده يقول لك ليه الفئران بتتكاثر بسرعة، ليه الأرانب بتتكاثر بسرعة، عشان كل شهر كل شهر كل شهر عندها فرصة. كل شهر تخلف، يعني اقصد ان كل شهر تبدا ان هي تخلف، فهي دي فكره البريدنج سايكل. طيب نبدا بقى نتكلم عن المنسترال سايكل في الهيومن اللي هي بتاخد 28 يوم. اللي بيحصل ان انا عندي تو اوفرز، التو اوفرز دول بيبداوا يعملوا الترنيشن مع بعض ان هم يطلعوا لي الاوفم. واحده تطلع اوفم الشهر ده او 28 يوم دول، وواحده الدور اللي بعديه، وهكذا. بنلاقي ان درجه حراره الفيميل بتختلف اثناء المنسترول سايكل. ليه؟ نتيجه اختلاف مستويات الهرمونات المختلفه جوه جسمها. يعني بنلاقي مثلا انه اقل درجه حراره بتبقى عند البنت في اليوم بتاع الاوفيوليشن، فتره الاوفيوليشن في اليوم ال 14 ده اقل درجه حراره، تمام؟ بالمناسبه الجزء بتاع المنسترول سايكل ده سؤال في الامتحان، ده سؤال جاي في الامتحان ان شاء الله. مش بنتوقع لكن لا، ده لازم كل سنه لازم يجيب المنسترول سايكل، لازم، لانه جزء مهم جدا لازم يتسال فيه. طيب عدد الماتيور اوفم اللي بتطلع خلال فتره الفيكانداتي بتاعه الفيميل بنعمل ايه؟ بناخد الفيكانداتي بيريود، بنقول لها انت الفتره اللي انت كنت فيها اكتف كام سنه؟ تقول لك مثلا 30 سنه. اخد ال 30 سنه واضربهم في 13. 13 ليه؟ مش انت يا عم قلت لنا 12 يعني كل شهر؟ هي مش كل شهر، هي كل 28 يوم. فالدوره المفروض ان هي لو مظبوطه تحصل 13 مره في السنه الواحده. الجرافات في منتهى الاهميه، التمبريتشر، الهرمون ليفل، الشكل بتاعي، ايه اللي بيحصل، كل ده مهم هنشرحه دلوقتي. الاف اس اتش والال اتش والاستروجين والبروجستيرون. العمليه بتبدا ازاي؟ اول حاجه البروليفريشن ستيج او الفولوكيولر ستيج، ايه اللي بيحصل؟ البيتويتري جلاند الانتيريور لوب اللي احنا خدناه في الهرمونز وهنراجعه ان شاء الله بكره، بيبدا ان هو يطلع الفولوكيول ستيميليتنج هرمون اللي هو الاف اس اتش. الاف اس اتش ده يبدا يحفز الاوفري ان هي تطلع لي ماتيور جرافيان فولكل، تمام؟ الماتيور جرافيان فولكل دي اللي هي جواها السكندري اوسايت. الجروس بتاع الجرافيان فوليكل بياخد له حوالي 10 ايام. يعني انا الدوره عندي بتبدا ازاي عشان ابدا بس اقسمها؟ المفروض الدوره عندي بتبدا من وقت المنسز، من وقت لما ينزل الدم، تمام؟ بتستمر من 3 ل 5 ايام، يعني هنقول تقريبا في المتوسط 4 ايام. بعد كده هاخد لي 10 ايام الجرافيان فوليكل بتكبر. اثناء ما الجرافيان فوليكل وهي بتكبر بتطلع الاستروجين هرمون. الاستروجين ده بيعمل ايه؟ بيبدا يكبر لي الاندوميتريوم كده حاجه بسيطه، تمام؟ بعد كده تبدا مرحله الاوفيوليشن. المرحله ديت خلاص الانتيريور لوب بتاع البيتويتري جلاند يطلع لي ال اتش في اليوم ال 14. ال اتش يعمل ايه؟ يخلي الجرافيان فوليكل تطلع، يحصل جرافيان فوليكل دي فرقه ريليز للسكندري اوسايت، والجرافيان فوليكل دي تتحول تبقى كوربس ليوتين. الكوربس ليوتين بعد كده يبدا يطلع لي البروجستيرون هرمون. البروجستيرون هرمون ده يبدا يزود اكتر في الثيكنس بتاع الاندوميتريوم، كانه بيجهزه للبيبي، ويبدا يديله دم ويخلي الفاسكولاريتي تبقى عاليه فيه. المرحله دي بتبدا يعني او بتكمل لمده 14 يوم بعد الاوفيوليشن. بعد كده تيجي مرحله المنستريشن اللي هو نزول الدم. خلاص الكوربس مفيش، الاوفا مش فيرتلايزد، الكوربس ليوتيم تبدا ان هي تنكمش،
مفيش بروجستيرون، ده اهم حاجه. خلي بالنا ان المسؤول عن العمليه دي كلها ان مفيش بروجستيرون. مفيش بروجستيرون الدنيا تتدهور بقى، ما الكوربس ليوتيم مشي فمفيش بروجستيرون الدنيا كلها تبوظ. يحصل دي جنريشن للاندوميتريوم، الاندوميتريوم يتقطع والفاسكولاريتي تتقطع وكونتراكشن شديد لليوترس، ويبدا يحصل البليدنج اللي هو المنستريشن، وده اللي بيستمر من 3 ل 5 ايام. تمام، بعد كده تبدا دوره جديده. اوكي طيب، الكوربس ليوتيم بيفضل ان هو يستمر يديني بروجستيرون. ليه بيديني بروجستيرون؟ علشان يمنع الاوفيوليشن. تمام، الكوربس ليوتيم لو الست حامل بقى حصل فيرتلايزيشن، زي ما قلنا كوربس ليوتيم يفضل مستمر ويديني بروجستيرون عشان يمنع اوفيوليشن. بروجستيرون من ضمن الفوائد بتاعته ان هو بيمنع لي الاوفيوليشن خالص، يقول لك خلاص في حمل يا باشا، البروجستيرون ده بس بحب اسميه كده هرمون الحمل. تمام، الكوربس ليوتيم يبدا يصل الماكسيمم جروث بتاعه في نهايه الشهر الثالث من البريجننسي. طب بعد كده الكوربس ليوتيم بعد الشهر الثالث يبدا ان هو ينكمش في بدايه الشهر الرابع. ليه؟ لان المفروض البلاسينتا تكون اتكونت، المشيمه تكون اتكونت في اليوترس. تمام، وتبدا ان هي المشيمه او البلاسينتا دي تبدا هي اللي تطلع لي البروجستيرون هرمون. تمام، وبالتالي البلاسينتا تاخد الشغلانه من الكوربس ليوتيم وتبدا ان هي تطلع البروجستيرون هرمون. البروجستيرون هرمون ده بقى بيعمل ايه؟ بيبدا ان هو يظبط لي الميموري جلانز عشان يكبر الثدي علشان يملاه باللبن عشان البيبي اللي جاي. طيب البلاسينتا، النوتس المهمه ان البلاسينتا بتبدا ان هي تعمل ريبليسمنت للكوربس ليوتيم في الشهر الرابع. وبالتالي السؤال ده مهم، لو حصل ان الكوربس ليوتيم حصل فيه مشكله في اول 3 شهور الست دي مش هتحمل، او يعني مش هتكمل، هي خلاص حملت مش هتكمل، البيبي مش هيكمل، هيحصل ابورشن، هيحصل اجهاض. طب الحق الدنيا ازاي؟ الحقها ببروجستيرون، اديها بروجستيرون. ما الكوربس ليوتيم انا عايزه ليه؟ عشان يديني بروجستيرون. الكوربس ليوتيم مش خلاص، شكرا مش عايزين، هتدخل انا بروجستيرون من بره. عدد الكروموسومز في السبرم نيوكليس 23 والاوفم برضو 23. عدد الاوفم اللي بتطلع حوالي 400 اوفم للبنت. الدنيا بتبوظ عند الست من اول سن ال 45 لل 50. الديوريشن بتاعت المنسترال سايكل 28 يوم. الجرافيان فوليكل بتاخد حوالي 10 ايام علشان تكبر. مرحله المنستريشن اللي هو نزول الدم دي بتستمر من 3 ل 5 ايام. الوقت بتاع السكريشن بتاع اليوتينايزنج هرمون من الانتيريور لوب بتاع البيتيوتري جلاند، او ان الجرافيان فوليكل تفرقع، او ان السكندري اوسايت تطلع، او ان الكوربس ليوتيم يتكون، كل الكلام ده بيبقى امتى؟ في اليوم ال 14. في اليوم ال 14 يوم الاوفيوليشن. الماكسيمم جروث للكوربس ليوتيم في الست الحامل بيكون في نهايه الشهر الثالث. خلاص ده كده على اخره، لانه بعد كده هيحصل له دي جنريشن بقى بعد كده. من اول الرابع، من اول الشهر الرابع يحصل له دي جنريشن. طيب هديكوا لحظات، تمام؟ الجدول ده مهم جدا، والجدول اللي بعده، يعني انا نفسي حتى ان انتوا تصوروه، بس لا، يعني انا عايزكم تكتبوه. دي كل الهابلويد ستراكشرز الان اللي احنا اخدناها، تجميعه كده للان. هديكوا دقايق، يعني 5 دقايق او حاجه، تبداوا ان انتوا تكتبوها. دي تجميعة كل الحاجات الان، خدوا كده 5 دقايق وابداوا اكتبوها.
طيب برضو الجدول التاني ده اصغر شوية، ده اللي هو الجدول بتاع الـ deployed structures الـ 2N، برضو يا ريت ان انتوا تكتبوه. هنبدأ دلوقتي في الدرس الثاني الفيرتلايزيشن. يعني ايه فيرتلايزيشن؟ يعني فيوجن الميل جاميت اللي هو السبرم مع الفيميل جاميت اللي هي الاوفم عشان يدوني الزايجوت. الزايجوت دوت يبدأ يعمل ديفيجن ويديني الامبريو. طيب الاوفم بتطلع امتى؟ الاوفم بتطلع في اليوم ال 14 من بداية المنستريشن. الاوفم بتكون جاهزة للفيرتلايزيشن في خلال يومين، 2 days، تمام؟ يعني تفضل عايشة لمدة يومين. طيب عدد السبيرمز اللي بيطلع في القصفة الواحدة بيبقى من 300 ل 500 مليون سبيرم. طب ليه العدد ده كله؟ ليه هذا الإهدار؟ لأنه كتير جدا منهم هيموتوا أثناء رحلتهم لما يوصلوا للأوفم. السبيرمز بتعيش من يومين لثلاث أيام جوه الفيميل جينيتال سيستم. طيب السبيرمز كلها بتروح وتبدأ إن هي تطلع الهيرونيز إنزيم علشان يدوبوا الهيلرونيك اسيد اللي موجود في الاوفم من بره. والفيرتلايزيشن بيحصل فين؟ في التلت الاول من الفالوبيان تيوب. فين؟ في الحته دي، التلت الاول. يعني السبرمز لازم تجري لغايه لما توصل الى الثلث الاول من الفالوبيان تيوب، تمام؟ السبرم واحد بس هو اللي بيخش براسه وبالنك وبيسيب بقيته، بيسيب الميت بيس وبيسيب التيل بره. بعد الفيرتلايزيشن على طول الاوفم تروح محاوطة نفسها بكوت. ليه؟ علشان مش عايزة سبيرمز تانيين، ده مهم قوي. ويبدأ الامبريو، يبدأ بان هو يتكون. طبعا الامبريو واخد الميتوكوندريا من ماما مش من بابا، تمام؟ ليه؟ علشان الهيد والنك بتاعت السبيرمز هما اللي دخلوا، الميت بيس اللي جواها الميتوكوندريا ما دخلتش، فالاوفم جواها الميتوكوندريا، تمام؟ طيب طبعا الذكر يبقى عقيم لو طلع سبيرمز اقل من 20 مليون، ده يبقى كده عنده عقم. ليه؟ طيب ده 20 مليون ده رقم مهول. لا يا بابا، ما احنا قلنا علشان معظمهم بيموتوا عقبال ما يروحوا اصلا، تمام؟ ثانيا انا عايز برضو مئات الالاف من السبيرمز تتجمع حوالين الاوفم علشان يدوبوا في الهيلورونيك اسيد اللي موجود. طبعا اعلى نسبة او اعلى فرصة للحمل، تمام، بتكون امتى؟ بتكون لو حصل الميتنج او التزاوج ما بين اليوم ال 12 لليوم ال 16 من بداية الدورة، اللي هو يعني انت بتقرب ناحية اليوم ال 14 من الاخر، عشان لما يجي لك السؤال دوت دور على الاجابة اللي فيها اليوم ال 14، تمام، بنسبة كبيرة او بنسبة عالية، اللي هو من ال 12 لل 16، يومين قبل ويومين بعد. طيب بعد اليوم الاول من الفيرتلايزيشن الزايجوت خلاص اتكون، يبدأ يعمل ديفيجن ميتوتيكالي، يتحول لتو سيلز اللي هما البلاستوميرز، تمام، عند بداية الفالوبيان تيوب. بعد يومين من الفيرتلايزيشن التو سيلز يبدأوا يعملوا ديوبليكيشن ويتحولوا إلى أربعة سيلز. كان عندي اتنين بلاستوميرز، يتحولوا يبقوا أربعة سيلز. لغاية نهاية الأسبوع الأول الميتوتيك ديفيجن يبدأ يتكرر تاني، تمام، لغاية لما أوصل لمرحلة المرولة، تمام. طيب ايه المرولة دي؟ المرولة دي اللي هي الكائن اللي هيبدأ بقى ان هو يتدحرج في الفالوبيان تيوب سيليا لغاية لما يوصل لليوترس، تمام؟ طيب المعلومة دي يعني مش عليكم بس انا حبيت اقولها. البلاستوسيست هو الستراكشر ذات فولوز ذا مرولا، يعني المرولة بعد كده تتحول لبلاستوسيست. البلاستوسيست دي هي اللي بتتزرع جوه الرحم، هي دي اللي بتتزرع جوه الرحم ما بين ثنايا الرحم، تمام؟ among the folds of thick endometrium at the end of the first week، في نهاية الأسبوع الأول. يبقى في نهاية الأسبوع الأول البلاستوسيست، مش المرولا، ها؟ هو في الكتابة تلاقيه كاتب لك the structures that follows the marula. طب هو إيه الستراكشرز that follows the marula؟ البلاستوسيست. طيب
الاندوميتريوم بيبقى فيها ميزة طبعا ان في بلاد سبلاي عالي جدا في المنطقة ديت، فبالتالي هتدي كل المغذيات للامبريو تمام اثناء ال9 شهور بتوع الحمل. يبدأ بعد كده يتكون الامبريونيك ميمبرينز، تمام، بيبقوا 2 ميمبرينز، واحد داخلي اللي هو الامنيون وواحد خارجي اللي هو الكوريون، الامنيون الازرق والكوريون اللي هو البينك دوت. الامنيون ده ميمبرين بيحيط على طول بالبيبي وجواه بيبقى فيه سائل اسمه السائل الاميوني، تمام، او الامنيون فلويد، امنيوتك فلويد. الفلويد دوت بيحمي البيبي من الصدمات، بيحميه من الجفاف، محطوط جوه كانه محطوط جوه ميه، محفوظ جوه ميه. الكوريون بقى ده الممبرين اللي هو بيحيط بالامنيون ممبرين علشان يحمي الامبريو، حوالين الكوريون ده حوالين الامنيون من بره. تبدأ بعد كده البيبي يغرس بقى نفسه، الممبرينز دي تبدأ تغرس، تطلع زي فينجر لايك بروجكشنز كده، زي صوابع تنمو من الكوريون، تمام، وتبدأ تندب جوه الاندوميتريوم علشان البلاد سبلاي، عشان البلاد كابيلرز بتاعت الامبريو والماذر الاتنين يتلامسوا مع بعض، تمام، وبالتالي نكون البلاسينت. يعني البلاسينتا دي هي اللي بتتم فيها عملية التبادل، البيبي ياخد من الام كل المغذيات والحاجات اللطيفة ويديها بقى كل الحاجات اللي هو مش عايزها. ايه اهمية البلاسينتا؟ انها تنقل الاكل المهضوم والمية والاكسجين والفيتامينات من الام للبيبي من خلال الديفيوجن، وتاخد منه الاكسكريشن او الاكسكريتوري ويس بتاعته، تمام. طيب البلاسينتا كمان بتطلع البروجستيرون هرمون من بداية الشهر الرابع الفورث مانس اوف بريجنسي بعد ما الكوربس ليوتيم يحصل له ديجنريشن، وبالتالي البلاسينتا تبقى هي المصدر بتاعة البروجستيرون. البلاسينتا عندي تبقى هي مصدر البروجستيرون. بالإضافة لكده إن البلاسينتا بتطلع الريلاكسين هرمون، بس بتطلعه إمتى؟ وقت خلاص الولادة، يعني خلاص في نهاية الحمل بداية الولادة، الريلاكسين جاي من اسمه يعمل ريلاكسيشن للبيوبيك سيمفاتيز اللي خدناه في شابتر 1 علشان يعمل فاسيليتيشن للدليفري، البيبي يقدر ينزل بسهولة. ده المنظر هنا بتاع البلاسينتا. طبعا التبادل كله بيحصل في البلاسينتا، يعني مفيش دم بيحصل له ميكسنج مع بعض، التبادل عملية التبادل كلها بتتم في البلاسينتا، مفيش ميكسنج للبلد بيحصل ما بين البيبي والأم في الوقت دوت وقت الحمل مع بعض. البلاسينتا بتنقل كل حاجة، يعني هتودي كل حاجة، يعني لو الأم إن شاء الله بتشرب الكحول بتاخد نيكوتين هيروح للبيبي، الأم عندها فيروسات هتروح للبيبي، تمام؟ فطبعا البيبي هيطلع مشوه وهيطلع متبهدل من اولها يعني. طيب الامبريو يبدا ان هو is connected with the placenta، متصل بالبلاسينتا بتيشو اللي هي الامبليكال كورد اللي هو الحبل السري، يبدا بقى ينمو الحبل السري دوت اللي بيبقى موجود عند السره بتاعتنا ومع البلاسينتا بتاعه الام. الامبليكال كورد ده بيبقى طوله حوالي 70 سنتي. ليه الامبليكال كورد ده موجود؟ علشان البيبي يتشقلط جوه الرحم براحته، يقعد يلف براحته، يتحرك بسهوله، ما يخبطش، يعني ما يبقاش لازق، هو مش لازق، هو بيتحرك بسهوله جوه الرحم، تمام، جوه الامنيون براحته، وهذا الامبليكال كورد موجود. طيب ايه الاهميه بتاعت الامبليكال كورد؟ اللي بيتنقل من خلاله الدايجستد فود والاكسجين والميه والاملاح والفيتامينات من البلاسينتا للامبريو بلاد، بالاضافه كمان ان هو بينقل الويستس، بياخدها من البيبي ويوديها تاني للام بقى علشان الام تتخلص منها. ادي المنظر اهو بتاع الامبليكال كورد. طيب ايه اللي بيحصل في الترايمسترز المختلفه؟ فأول 3 شهور النيرفس سيستم بيبدأ إن هو يتكون، الهارت بيبدأ إن هو يتكون، ده في أول شهر. العينين والإيدين تبدأ إن هي تتكون. التو سكسس بيبانوا، يعني التست بتبدأ تبان في الشهر، في سوري في الأسبوع السادس، ولو بنت في الأسبوع ال 12. الإمبريو بيبدأ إن هو يحس، يبدأ إن هو able to respond to the stimuli، من أول 3 شهور هو حاسس، هو بيبدأ to respond للاستيمولاي المختلفة.
نيجي بعد كده في 3 شهور الوسطانيين، ده بقى خلاص القلب بيكون اكتمل، ضربات القلب بنبدأ ان احنا نسمعها، يبدأ العظم ان هو يتكون بتاع البيبي، السنس اورجنز اللي هي الاعضاء بتاعت الحس كلها بقى، العينين والشم والتذوق والكلام ده كله يحصل لها كومبليت، تتكون كومبليتيشن، تتكون بالكامل، والبيبي يبدأ يبان بقى في ال3 شهور دول. حتى تلاقي الام في السكند تريمستر يبدأ بقى يبان عليها الحمل، الشهر الرابع والخامس والسادس لا تبدأ بطنها تكبر وتبان بقى، تمام. اخر 3 شهور ده خلاص بقى لو اللي هو الفاين تاتش بقى، اللي هو المخ يبدأ لو في حاجات لسه بتكتمل، الاعضاء الداخلية تبدأ ان هي تكتمل، الامبريو خلاص مفيش نمو جامد، يعني في ال3 شهور الاخرانيين دول مفيش نمو جامد قوي. خلي بالكم من نقطة الرسمة مهمة جدا عشان تعرف البيبي في انهي مرحلة من المراحل. طبعا الرسمة بتبقى واضحة في الامتحان، يعني لو جاب لك البيبي ما شاء الله شحط كده يبقى خلاص، يبقى انا في الثيرد تريمستر، لو جاب لك حتة حاجة مش باينة يبقى انت مثلا في الفيرست تريمستر، فما تخافوش مش هتتلخبطوا فيها قوي يعني. طيب هنبدأ خلاص بقى عملية الولادة، في الشهر التاسع تبدأ البلاسينتا يحصل لها ديسوسيشن، تبدأ ان هي تنفصل، تمام، ويبدأ البروجستيرون يقل، البروجستيرون يقل خلاص كده يعني مفيش حمل، يعني خلاص خلصنا الاتاتشمنت ما بين الفيتس واليوترس، يبدأ خلاص بقى يقل خالص، مستعدين للحظة الولادة. الولادة بتبدأ بنعرفها منين؟ باليوتراين ماسل كونتراكشنز، تبدأ ماسل كونتراكشنز شديدة في اليوترس والبيبي يتزفلط وينزل. طيب بعد ما البيبي بيتزفلط ايه اللي بيحصل؟ خلاص اول حاجة لازم نسمعها الصويت بتاع البيبي، تمام، لازم نخش العالم كده بالصويت. ليه بالصويت او بعياط شديد؟ معناه انه حصل الريسبيراتوري سيستم اشتغل. خلي بالكم من نقطة، لو البيبي نزل وما سمعناش صوت الصويت دوت يبقى معنى كده الريسبيراتوري سيستم ما اشتغلش، اللانجز ما بدأتش تتفتح وبدأ ياخد اول نفس، فده خطر، تمام. البلاسينتا تبدأ ان هي تنفصل من اليوتراين وول، وبرضه البلاسينتا بتنزل، خلي بالكم البلاسينتا لو فضلت جوه الرحم تسبب تسمم للام والام ممكن تموت. الامبليكال كورد يبدأ ان هو يتقطع، تمام، من جانب البيبي الجزء بتاع السرة، وبعد كده الاكل هيتحول بقى هيبقى لبن الام، الام تبدأ تاخده وترضع على طول. ادي عملية الولادة. الرضاعة، الرضاعة مهمة جدا، الجزء بتاع الرضاعة أنا عندي هرمونين مهمين جدا، البرولاكتين، البرولاكتين دوت المسؤول عن تكوين اللبن جوه الممري جلاندز، وعندي الأوكسيتوسين هو ده اللي بيدفع اللبن، هو ده اللي بيخلي اللبن يندفع جوه الممري جلاندز، تمام، علشان عملية الرضاعة. يبقى أنا عندي هرمونين مهمين جدا في عملية الرضاعة، البرولاكتين والأوكسيتوسين. طبعا لبن الام لا شيء يعوض عنه، هو اعظم حاجه واكتر حاجه فيها نيوتريشن واكتر حاجه فيها ايموشنز، وبيحمي الاطفال من الامراض النفسيه والجسديه مش بس في طفولتهم ولكن لما كمان يكبروا. طبعا انسب سن للبريجننسي عمليه الحمل تتم من سن 18 لسن 35، لو السن اقل من كده او اكتر من كده لا الدنيا ما بتبقاش لطيفه. برضو نفس الكلام لو الراجل ما يبقاش كبير قوي، يعني ما يبقاش بعد ال40 بتبقى الدنيا مش لطيفه. طبعا العمليات البريجننسي بتختلف، او يعني الفتره بتاعه البريجننسي بتختلف من كائن للتاني. الماوس 21 يوم، يعني البيبي بيفضل موجود 21 يوم ويتزفلط، عشان كده الماوس بيتكاثر بسرعة. الشيب 150 يوم، المان زي ما احنا لسه قايلين 270 يوم. عدد السبيرمز من 300 ل 500 مليون في القصفة الواحدة. الاوفم بتعيش من يوم ليومين بعد ما بتخرج، والسبيرمز بيفضلوا عايشين من يومين لثلاث ايام. لو العدد بتاع السبيرمز كان 20 مليون او اقل يبقى كده الراجل ده عقيم. الوقت اللي بيبدأ الاستراكشر ذات فولوز ذا مورولا اللي هو البلاستوسيستي يعني يتزرع جوه الاندوميتريوم بيكون في نهاية الاسبوع الاول من البريجنسي. التو تيستس بيبدأوا يظهروا في الاسبوع السادس، والاوفرز تبدأ تبان لو دي بنت يعني في الاسبوع ال 12. طيب احيانا
او مش احيانا، مفروض ان انا يبقى عندي بيبي واحد، احيانا ممكن يحصل مالتيبل بيرث، احيانا بتصل لستة بيبيز في نفس الخلفة، يعني تلاقي الام تزفلت ست عيال مرة واحدة. طبعا مش مشهورة قوي الحاجات دي، اللي مشهور اكتر التوائم. يعني على فكرة نسبة كبيرة، الانترناشنال ريشيو حالة من كل 86 حالة، دي نسبة كبيرة. عندي نوعين من التوائم، الفراترنال او الدايزايجوتيك والايدنتيكال او المونوزايجوتيك. الفراترنال او اللي هما الدايزايجوتيك دول طلعوا من اتنين سبيرمز واتنين ماتيور اوفن، تمام؟ اتنين اوفن طلعوا. حد يقول لي ازاي هو حصل غلطة؟ يعني الدنيا مش ماشية بالمسطرة والقلم، تمام؟ كل 28 يوم الدورة بتحصل واوفم واحدة بس؟ لا عادي، ممكن الاتنين يطلعوا، ممكن يعني اوفري واحدة تطلع اتنين اوفم، وممكن الاتنين اوفري يطلعوا مع بعض اتنين اوفم في نفس الوقت، تمام؟ المونوزايجوتيك بقى، لا المونوزايجوتيك دوت بيبقى اوفم واحد وسبرم واحد، لكن الزايجوت بعد كده يبدأ ان هو يتحول لاتنين، يتحول لتو ماسز. الفراترنال ممكن يبقوا تو ديفرنت سكسز، ممكن يبقوا نفس السكس، لكن الايدنتيكال لا، ده الايدنتيكال لازم يكونوا نفس السكس، لانه نفس السبرم، نفس السبرم اللي داخل سواء اكس او واي. ادي المنظر بتاع الدايزايجوتيك وادي منظر المونوزايجوتيك، تمام؟ طبعا الجينيتيكالي ايدنتيكال اللي هم الايدنتيكال او المونوزايجوتيك. طبعا في الفراترنال كل امبريو عنده الامبريونيك ساك بتاعته منفصل بالسيباريتد بلاسينتا بتاعته. المونوزايجوتيك او الايدنتيكال لا، بيبقوا 1 بلاسينتا، واخدين نفس البلاسينتا. في الدايزايجوتيك عندي اتنين ديفرنت يعني جينز، بيبقوا جينيتيكالي مختلفين، بيكونوا بس يعني ايه اخوات في نفس السن، لكن ممكن يكونوا ولد وبنت، ممكن يكونوا ولدين، ممكن يكونوا بنتين، لكن الايدنتيكال لازم يكونوا ولدين او بنتين، لازم نفس السكس، تمام؟ وبيكونوا ايدنتيكال في كل الجينيتيك كاركترز. حالة من الحالات في الايدنتيكال اللي هي اسمها السايميز توينز، دول بيبقوا لازم بيكونوا ايدنتيكال، دول بيبقوا الاتنين بقى نازلين ملتصقين يا عيني ببعض زي بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت، ولكن بيحاولوا ان هم يفصلوهم بعمليات، يعني في عمليات دلوقتي علشان يفصلوهم. الرسمة دي مهمة قوي، عارف ان هي مش موجودة في الكتاب بس مش عارف احسسها مهمة. هنا دول واخدين نفس الامنيون ونفس الكوريون، دول هنا ايه، لو انا جيت سألتك دول ايه، دول مونو امنيوتك مونو كوريونيك. طب هنا لا، ده كل واحد عنده الامنيون بتاعه داي امنيوتك ولكن نفس البلاسينتا، اهي مونو كوريونيك. هنا داي امنيوتك داي كوريونيك، كل واحد الامنيون بتاعته كل واحد الكوريون بتاعته، وهنلاقي هنا ان الكوريون الاتنين هنا لازقين في بعض، هنا داي امنيوتك داي كوريونيك ولكن سيباريتد، منفصلين عن بعض. طيب نيجي بعد كده للموضوع بتاع منع الحمل. عندي مشكلتين، عندي مشكلة ان انا عايز اعمل بيرث كنترول، عايز امنع حمل، او المشكلة التانية بتاعت الانفرتيليتي ان انا عايز اخلف، ما بخلفش وعايز اخلف. اول مشكلة موانع الحمل، امنع الحمل ازاي؟ اول حاجة الاقراص، الاقراص بالنسبة للست تبدأ ان هي تستخدمهم بعد نهاية المنستريشن. بتحسبها ازاي؟ بعد ما يقف على طول المنستريشن تبدأ تاخدها لمدة 3 اسابيع. دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن هرمونات زي الاستروجين والبروجستيرون بتمنع عملية الاوفيوليشن. الفكرة بتاعتها بمنتهى البساطة ان هما بيخدعوا المخ، بيخدع المخ انه يمنع ال FSH وال LH ان هو يطلع. انا بدي الاستروجين والبروجستيرون كاني بقول للمخ الدنيا شغاله عندي تحت زي الفل، ما تطلعليش فوليكل ستيميليتنج هرمون ولا اليوتينايزنج هرمون ولا الحاجات دي. الانترا يوتراين ديفايس او الكويل، الكويل بيبدا ان هو يدخل جوه اليومن بتاع اليوترس، علشان هنا بيحصل فيرتلايزيشن عادي، بس عشان يمنع الفيرتلايزد اوفم ديت ان هي تتزرع جوه الاندومتري، بيمنع زراعتها جوه الاندومتري. الكاندم، الكاندم دوت للرجل، بيبقى زي حاجة بلاستيك كده، بتبدأ ان هي الراجل يلبسها على البينس بتاعه علشان يمنع السيمن ان هو يخش للفاجينا، فبالتالي مش هيحصل اي فرتلايزيشن، وده ولا هيأثر بقى على الست في الاوفيوليشن ولا المنستريشن ولا اي حاجة، ملوش دعوة بالست خالص، انا بمنع عملية الفرتلايزيشن ان هي تتم من عند الراجل. السيرجيكال استيرلايزيشن فور وومن، دي حاجة بقى يعني لو عملناها خلاص دي بقى حاجة ابدية، الست مش هتخلف تاني طول عمرها. ازاي؟ ان احنا يا اما بنربط الفالوبيان تيوبس يا اما بنقطعها،
تمام، بحيث نمنع السبرمز خالص ان هي تروح لغايه الاوفري وتعمل لها فيرتلايزيشن. الراجل ممكن يعمل الكلام ده برضو، يقطعوا له الفاس ديفرنس بتوعه. طبعا حاجه يعني مقرفه شويه، مش بحبذها. ده هنا الجدول ده مهم جدا جدا. البيلز ما بيحصلش فيها اوفيوليشن، يعني ما بيحصلش اوفيوليشن ليه؟ لان انا بضحك على المخ، ما يحصلش اوفيوليشن اصلا وبالتالي ولا فيرتلايزيشن. لكن المنستريشن بيحصل عادي. ما هو المنستريشن كان بيحصل نتيجه ايه؟ نتيجه بروجستيرون بيقلوا نتيجه ان ما فيش حمل. فكده كده المنستريشن يا جماعه لازم هيحصل في كل الحالات، المنستريشن لازم هيحصل عشان بس نريح دماغنا. ما دام ما فيش حمل يبقى في منستريشن عشان اريح دماغي بقى. تمام. الكويل كل حاجه بتحصل، الاوفيوليشن والفيرتلايزيشن، بس اهم حاجه الاوفم ديت ما ايه اللي يحصل؟ ان الاوفم ما تتزرعش جوه الجدار بتاع الرحم. في السيرجيكال استراليزيشن الاوفيوليشن بيحصل ومفيش فيرتلايزيشن والمنستريشن بيحصل عادي. طيب عايزين بقى نعكس، عايزين نحمل. بنعمل ايه؟ بنجيب ماتيور اوفم نفصلها من الاوفري، ناخد كده بالسرنجه نسحب الاوفم ونحطها في طبق ونحط عليها السبيرمز، ناخد السيمن من جوزها ونحطها في الطبق، وبعد كده نحطها في نيوتريتيف ميديوم لغايه لما اوصل للمورولا ستيج. اول لما اوصل للمورولا ستيج دي ابدا اروح مدخلها حقنها جوه الوايف يوترس علشان البيبي يكمل النمو بتاعه جوه اهو. ده التست تيوب بيبي، اطفال الانابيب. طيب عندي اخر حاجه اللي هي الرينيوكليشن. فكره الرينيوكليشن معناها ايه؟ معناها ان انا هاخد بمنتهى البساطه عشان تريحوا دماغكم، بجيب اوفم من الست انفيرتلايزد اوفم، تمام، وابدا اروح ساحب النيوكليس بتاعتها وادخل لها نيوكليس بتاعت امبريو بتاعت ديفلوبت امبريونيك سيل. يعني اجيب امبريو واحط السيل بتاعته دي، النيوكليس بتاعته، اخدها واحطها جوه الاوفم اللي شلت منها النيوكليس، بشيلها بالراديشن او باي حاجه. الاوفم دي جواها نيوكليس بتاعت بيبي، البيبي ده يبدا يكبر. البيبي ده واخد انهي صفات؟ واخد صفات الامبريو اللي كان موجود قبل كده، وهيتزرع فين؟ هيتزرع في الام اللي هي واخدين منها الاوفم. تمام. طبعا العمليه دي، عمليه الرينيوكليشن دي، عملوها على الفروجز وعملوها على المايس. في الفروج عملوا ايه؟ جابوا النيوكلياي بتاعه التود، تمام، اللي هو البيبي الصغير امبريونيك سيل عند مختلف مراحل النمو، تمام، والنيوكلياي دي راحوا زرعوها في الاوفم بتاعت انفيرتلايزد اوفم. خدنا الانفيرتلايزد اوفم دي، موتنا النيوكلياي، دمرنا النيوكلياي، تمام، براديشن، وبعد كده حطينا فيها النيوكلياس بتاعه البيبي، وبعد كده الاوفم تبدا تنمو بقى عادي، تديني بيبي، يعني خلاص هتديني انديفيدوالز بنفس الكاركترز بتاعه النيوكلياي اللي انا زرعتها. تمام. ده يدل على ايه؟ ده يدل على انه النيوكلياس اللي انا زرعتها هي اللي جوه الجينيتك ماتيريال، هي دي اللي هتديني الامبريو صاحب هذه النيوكليس اللي احنا اخدناها منه. المنظر بتاعها ده مهم قوي. تمام. دي الرسمه بتاعتها، الايج، دمرنا النيوكليس بتاعتها، تمام، ادي التود اهوت اللي بناخد منه النيوكليس، خدنا النيوكليس زرعناها اهو. طبعا بيبقى في احتمالات ممكن ما تنموش، وممكن ان هي تنمو، ممكن ساعات تديني حاجات اب نورمال، وممكن ان هي فعلا تديني فروج كامله. الجاميت بانكس، فكره الجاميت بانكس او البنوك بتاعت الجاميتس دي، فكره في اوروبا وفي امريكا ان هم عملوا بانكس، بنوك الناس بتروح وتحط فيها الجاميتس بتاعتها. طبعا هم يعني عملوها على الحيوانات اكتر، استخدامها اكتر في الحيوانات. ليه؟ بتبقى ليها ميزه حلوه قوي في الحيوانات. واحد، عشان احمي الحيوانات من الاندثار، فانا عندي الجاميتس بتاعتها اقدر ازرعها واقدر اعمل لهم فيرتلايزيشن، تمام، في الوقت اللي انا عايزه. فالجاميتس بتتاخد وبتتحفظ في ليكويد نيتروجين، تمام، عند درجه حراره ماينس 120، ممكن تفضل معايا لمده 20 سنه شغال عادي، تمام، والجاميتس دي بعد كده ابدا استخدمها في الارتفيشال فيرتلايزيشن، حتى بعد لما الكائنات اللي انا اخدت منها هذه الجاميتس تموت، تمام. ده زي ما بقول ان هو هيحميني من الاكستنكشن، من الانقراض. فيها ميزه كمان ان انا بتحكم في النيو بوردز السكس بتاعها. يعني لو انا عايز مثلا، دايما نقول كده، لو انا عايز لبن اطلع في ميل كتير، لو انا عايز لحمه اطلع ميل كتير. يعني انا بفصل السبيرمز الاكس والسبيرمز الواي، تمام، واعمل لهم سنترفيوجيشن وافصل ده عن ده. فلو عايز لحمه اطلع ميلز، لو عايز لبن اطلع فيميلز، تمام.
طبعا زي ما بنقول ان في بعض الناس بيحبوا ان هم يحتفظوا بالجاميتس بتاعتهم في البانكس ديت. ليه؟ يقول لك علشان اضمن وجودي يعني، طبعا هي فكره متخلفه، بعد لما يموت. في النهايه حابب ان انا اشكركم جدا النهارده، معلش انا عارف ان هو يوم تقيل، خلصنا اليوم بسلام وان شاء الله نتقابل بكره.